مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب هيقيم هذا الحفل للعديد من ابطال النادي اللي حققوا انجازات عربيه وافريقيه وعالميه مع النادي او مع المنتخبات الوطنيه خلال الفتره الاخيره. الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي قام بترشيح 125 بطلا من ابناء الاهلي لتكريمهم في الحفل المقرر اقامته في الساعه 7 مساء اليوم الاثنين بفرع النادي مدينه نصر. احنا معاكم اهو من قبل الحفله بساعه كامله عشان نقول لكم كل الاجواء ونتابع لحظه بلحظه. عندنا كاميراتنا هناك طبعا، كاميرات القناه موجوده في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وهنرصد كل شيء بيحدث هناك سواء من الجانب التنظيمي في الحقيقه اللي دايما النادي الاهلي بينجح فيه بشكل جيد جدا، الاداره التنفيذيه كلها بتعمل مجهود كبير جدا في هذا الجانب بالتحديد، وكمان فيما يتعلق باخر اخبار وكلام هؤلاء اللاعبين وانطباعاتهم في او على هامش هذا التكريم. الاستاذ عميد او الاستاذ محمد مرجان عميد او المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان قال ان الحفل يقام انطلاقا من اهتمام مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بكل المواهب في جميع الالعاب، وياتي هذا التكريم لتاكيد سياسه مجلس الاداره في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا انجازات سواء على المستوى العربي او الافريقي او العالمي مع النادي او المنتخبات الوطنيه، بالاضافه الى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والالقاب التي من شانها اعلاء اسم النادي الاهلي. ودي كانت بعض التصريحات اللي نزلت طبعا في الخبر من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، تصريحات للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اذا احنا النهارده ان شاء الله هنشهد يوم اكثر من رائع، يوم هنفرح فيه ونحتفل فيه مع لاعبينا ابناء النادي الاهلي اللي حققوا العديد والعديد من الالقاب سواء مع النادي باسم النادي او باسم المنتخبات. كمان مش هننسى، هنحاول بقدر المستطاع كده نقول لكم اخر اخبار الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفقره تعتبر مفتوحه نسبيا. طبعا الاساس هذه الحفله وهذا التكريم ده الاساس، ده اساس حاجه او اهم حاجه النهارده، لكن في نفس الوقت هنحاول ان احنا نشوف اخر اخبار الفريق الاول لكره القدم ايه. مقبلين على بطوله السوبر يوم الجمعه، مباراه قويه جدا مع نادي الزمالك في مران في هذه اللحظات، ابتدى الساعه 5 ولسه مستمر حتى الان بعد عوده الفريق في تمام الساعه 12 صباح اليوم، 12 ونص كده صباح اليوم، يعني ساعه مبكره جدا من صباح اليوم، واستأنفوا مباشره التدريبات في تمام الساعه 5. فلو في اي جديد اي اخبار هنقولها لحضراتكم وهنتابعها اول باول. طيب لو قعدنا نتكلم على اسماء اللاعبين هناخد اكتر من ساعتين في الحقيقه، ابطال كتيره جدا، فخلينا نقول البعض منهم. في لاعبين في كره اليد، نبتدي بكره اليد مثلا، حققوا بطولات على مستوى الشباب ومستوى الناشئين. على مستوى الشباب اللي خدوا المركز الثالث في كاس العالم اللي اقيمت في اسبانيا، كاس العالم للشباب، كان عندنا بالظبط ثلاث ابطال، عبد الرحمن طه عبد الرحمن وعمر خالد حسنين ومحمد احمد راضي احمد، دول كانوا ابطال النادي الاهلي واللي شاركوا وساهموا مع منتخبنا الوطني المصري في حصد الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للشباب لكره اليد. كمان عندنا مين؟ عندنا ياسر محمد سيف وعبد الرحمن محمد محمد ومهاب محمد سعيد وعمر احمد عطيه صادق، دول اللي شاركوا في بطوله كاس العالم للناشئين مع منتخبنا الوطني منتخب مصر، وقدروا ان هم يجيبوا كاس العالم في انجاز كان كبير جدا وغير مسبوق في هذا السن بالتحديد. كاس العالم للناشئين ما حصلتش في تاريخ مصر ان احنا جبنا كاس العالم للناشئين لكره اليد، وكانت اول مره تحصل. عندنا كمان دوره الالعاب الافريقيه في المغرب، اكتر من اسم اللي قلته لحضراتكم قدروا ان هم يفوزوا بالمركز الثاني مع منتخب مصر في بطوله او دوره الالعاب الافريقيه، اللي هم عبد الرحمن طه وعمر خالد ومحمد احمد راضي وياسر محمد، لا ياسر ما كانش معاه، عبد الرحمن محمد محمد ومهاب محمد سعيد وعمر احمد عطيه صادق، دول اللي شاركوا وقدروا ان هم يسهموا في هذه الانجازات، والتحديد في كمان فيما يتعلق بدوره الالعاب الافريقيه واللي اقيمت مؤخرا في المغرب، واللي مصر حققت فيها حوالي 273 ميداليه مختلفه، ميداليه متنوعه، انجاز برضه احتلنا المركز الاول وجي بعدين تقريبا جنوب افريقيا على ما اتذكر، لكن انجاز كبير جدا. مصر في الحقيقه ماشيه بشكل كويس جدا في جميع الالعاب، موصلنا كره القدم شويه هتتظبط باذن الله. نروح لذوي الاحتياجات الخاصه، عندنا نادين خالد محمد عزب، دي قدرت ان هي تفوز طبعا بطلتنا ببطوله الالعاب العالميه للاولمبياد الخاص لوس انجلوس
في أمريكا 2015، جابت ذهبية سباق 50 متر فراشة، فضية 50 متر ظهر في السباحة يعني. وكمان عندنا يوسف علاء الدين جاب بطولة الألعاب الإقليمية الأولمبيات الخاص في الإمارات 2018 ذهبية 50 متر ظهر وفضية 50 متر صدر وبرونزية التتابع، كل ده في السباحة. ندى محمد يوسف كمان جابت بطولة الألعاب الإقليمية الأولمبيات الخاص في الإمارات 2018 فضية 100 متر حرة وذهبية التتابع أيضا ده في لعبة السباحة. عندنا كمان مؤمن أحمد عبد الرحمن، عندنا محمد ياسر عبد الحميد، مريم عادل، عزب عبد الهادي السيد، كل دول من أبناء النادي الأهلي. عايز أروح لكرة السلة لأن كرة السلة أيضا حققنا فيها إنجازات كتيرة جدا. عندنا مؤمن طارق خيري وكريم وليد أبو سريع ومحمود وليد عبد المحسن وعلي أحمد وحيد، دول جابوا المركز الأول وميدالية ذهبية وبطولة إفريقيا للناشئين واللي أقيمت بالرأس الأخضر، ولتأهل للمشاركة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة والتي ستقام في بلغاريا 2020 إن شاء الله. بالمناسبة مؤمن طارق خيري خد أحسن لاعب وهداف البطولة دي. في لعبات كرة السلة تمام، عندنا كمان رضوى علاء الدين وهالة علي حسين، دول المركز الثاني وميدالية فضية ببطولة افريقيا للناشئات التي اقيمت بدولة رواندا والتأهل للمشاركة بكأس العالم للناشئات تحت 17 سنة وتقام برومانيا 2020. ابطال كتير جدا في الحقيقة، عايز طبعا بقدر المستطاع ان احنا نتواصل مع زمايلنا هناك في النادي عشان نعرف الاخبار والاجواء ونرصد كل الاستعدادات لهذا الحفل الكبير والتكريم الرائع اللي بيكون به مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا التوقيت. الحفلة بالضبط زي ما قلت الحركة هتبتدي في تمام الساعة 7 مساء وهنفضل متواصلين مع حضراتكم. طيب عندنا كمان إنجازات لاعبي ولاعبات النادي الأهلي أعضاء المنتخبات الوطنية على المستوى الأفريقي والعالمي والعربي. المستوى الافريقي عندنا دوره الالعاب الافريقيه التي اقيمت بمدينه الرباط بالمملكه المغربيه خلال شهر اغسطس 2019 ضمت البعثه المصريه اللي شاركت في دوره الالعاب الافريقيه من ابطال وبطلات النادي في الالعاب الرياضيه المختلفه 23 لعيب، كان عندنا 23 لعيب من ابناء النادي الاهلي في دوره الالعاب الافريقيه بالمغرب في شهر اغسطس الماضي. و 23 لاعب ولاعبه، حيث حصد اللاعبين واللاعبات عدد 39 ميداليه متنوعه. يعني ابناء النادي الاهلي لوحدهم، طبعا احنا ما بنفرقش ما بين ابناء النادي الاهلي وابناء اي نادي اخر، كله في الاخر رفع اسم مصر وكله جاب انجاز كبير جدا لمصر في دوره الالعاب الافريقيه وفي كاس العالم في الالعاب المختلفه والشباب والكلام من ده. لكن برضو احنا كنادي او مجلس اداره النادي الاهلي حريص ان هو يكرم ابنائه، ده حقه وده شيء محترم وجيد جدا في الحقيقه. ف 39 ميداليه لابناء النادي الاهلي في دوره الالعاب الافريقيه، 21 ذهب و7 فضه و11 برونز. ده عدد الميداليات بتصنيفهم من لاعبي ولاعبات النادي الاهلي 39 ميداليه، انجاز كبير جدا. اذا انت ركن اساسي من اركان لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية المختلفة في مختلف الألعاب في مختلف البطولات كمان، فطبعا يعني ده شيء مفروغ منه. عندك كمان البعثة مقسمة بقى كانت لإيه؟ للسباحة، سباحي وسباحات وسباحات النادي عدد 5 سباحين و2 سباحات حصلوا على عدد 11 ميدالية متنوعة، 9 ذهب و3 فضة و4 برونز. دول لاعبي ولاعبات الأهلي في السباحة واللي كانوا طبعا بيشرفوا بالتواجد مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأفريقية. وكانت الدورة على موعد مع كتابة التاريخ، وفعلا كان في تاريخ اتكتب في هذه الدورة من خلال هانيا مورو نجمة النادي الأهلي في السباحة، واللي لوحدها ما شاء الله لا قوة إلا بالله جابت كم ميدالية ذهب؟ 4 ميداليات ذهبية في السباقات المختلفة، لتكون أكثر لاعبات البعثة المصرية بالكامل حصولا على الميداليات الذهبية، وأصبحت السباحة التاريخية لدورات الألعاب الأفريقية على مدار التاريخ. ده بالنسبة لهانيا مورو نجمة النادي الأهلي وسباحة النادي ومنتخب مصر. طبعا في ألعاب القوى اللي هي طبعا أم اللعبات كلها، شارك مع أو من لاعبي النادي ضمن البعثة المصرية حوالي 7 لاعبين أضافوا رصيد البعثة المصرية
في العاب القوى عدد 8 ميداليات متنوعه. ده في ايه؟ في العاب القوى جبنا 8 ميداليات ابناء النادي الاهلي، 4 ذهب و2 فضه و3 برونز. تنس الطاوله عندنا ابطال وبطلات جامدين قوي في تنس الطاوله بصراحه يعني. وصل ابطال وبطلات النادي المشاركين ضمن البعثه المصريه تالقهم وحصدوا عدد 6 ميداليات متنوعه، 3 ذهب و1 فضه و2 برونز. ووصلت اللاعبه دينا مشرف، طبعا دي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في تنس الطاوله، لاعبه مميزه جدا في الحقيقه، تالقها وتربعها على عرش تنس الطاوله النسائيه بحصولها على 3 ميداليات ذهبيه وميداليه برونزيه لتصبح من اكثر اللاعبات حصولا على ميداليات ضمن البعثه المصريه. كمان كان في مفاجاه في البطوله دي بالتحديد في تنس الطاوله. ايه اللي حصل؟ اول مره في تاريخ التنس المصري، ده في لعبه التنس الارضي ولا الطاوله مش محددين في الحقيقه، لكن حصلت لعبه النادي الاهلي ميار شريف ذهبيه فردي السيدات وذهبيه زوجي السيدات بالمشاركه مع شقيقتها لعبه النادي الاهلي رنا شريف. ده برضو من ضمن الانجازات التاريخيه والمفاجات اللي حصلت في دوره الالعاب الافريقيه. ميار شريف كده بالتالي بقت هي اول لاعبه في التنس في تاريخ التنس المصري، كده يبقى التنس بس طبعا ما فيش تنس طاوله، يبقى ده تنس ارضي بقى. تتاهل الى الاولمبياد منذ ان تم ادراج لعبه التنس للاولمبياد عام 88. انجاز حلو في الحقيقه. نروح للجمباز، ابطال كتير جدا، هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نديهم حقهم النهارده، لازم نقول اسماء الابطال والبطلات دول، لان هم تعبوا وضحوا بحاجات كتير قوي عشان يقدروا يرفعوا اسم ناديهم، يرفعوا اسم منتخبهم، منتخب مصر طبعا، واحنا دايما بيبقى نفسنا في ايه؟ ان اسم مصر يكون في العالي على طول. ده اهم حاجه بالنسبه لنا يعني. فهنحاول بقدر المستطاع نقول اكبر كم ممكن من الاسماء من ابطال وبطلات وابناء النادي الاهلي. في الجمباز لعبه النادي الاهلي المشاركه ضمن البعثه المصريه بالبطوله اللاعبه فرح سيد مرسي قدرت ان هي تفوز ب3 ميداليات متنوعه، ذهبيه الفردي العام و2 فضه. ده في لعبه الجمباز، وعندنا ابطال كمان في الجمباز بصراحه، عندنا ابطال في كل حاجه بصراحه يعني، والدليل اهو كل هذه الانجازات على مدار الفتره اللي فاتت يعني. في الكاراتيه طبعا جانا فاروق كلكم طبعا عارفينها وعارفين مدى اهميه هذه اللاعبه مع النادي ومع المنتخب، وبتجيب دايما دايما ميداليات قويه، ومستنيين منها كمان الاولمبياد في 2020 باذن الله، وهي قطعت شوط كبير قوي للتاهل لهذه الاولمبياد ان شاء الله. نتمنى لها كل التوفيق في حاله وصول جانا فاروق باذن الله، ودي النسبه الاكبر، هنضمن بنسبه كبيره ميداليه هنضمن ميداليه ان شاء الله، نتمناها ذهبيه ده في اولمبياد طوكيو 2020، بس هنبقى ضامنين لان هي بطله خدت كاس او بطله العالم في اكتر من مناسبه يعني، وبطولات كتيره وافريقيا وكل حاجه يعني. فجانا فاروق حصدت للميداليات في جميع البطولات اللي شاركت فيها، حيث حصدت الميداليه البرونزيه في وزن 61 كيلوغرام. وعلى مستوى الالعاب الجماعيه شارك ضمن البعثه المصريه المنتخب الوطني لكره اليد عدد 5 لاعبين ساهموا ضمن الفريق في الحصول على فضيه المركز الثاني بالدوره. على مستوى المنتخب الوطني الكره الطائره الشاطئيه للسيدات حصلت اللاعبه فريده العسقلاني، دي طبعا لاعبه مميزه جدا عندنا في كره الطائره، على المركز الاول وميداليه ذهبيه في هذه الدوره. نروح بطوله افريقيا للناشئين تحت 16 سنه لكره السله، واللي اقيمت بالراس الاخضر خلال شهر يونيو 2019. شارك من لاعبي النادي للناشئين ضمن بعثه المنتخب الوطني الناشئين تحت 16 سنه بالبطوله عدد 4 لاعبين، كان في 4 لاعبين في هذه البطوله كره السله تحت 16 سنه. ساهموا في الحصول مع الفريق او مع المنتخب على المركز الاول وكاس البطوله والتاهل الى نهائيات كاس العالم ناشئين تحت 17 سنه، والتي ستقام ببلغاريا في 2020، واتكلمنا في الموضوع ده وقلنا على مؤمن طارق ان هو خد احسن لاعب. بطوله افريقيا الناشئات تحت 16 سنه لكره السله اتكلمنا فيها برضو. بطوله افريقيا الناشئين مواليد 2003 لكره الماء، والتي اقيمت خلال شهر ابريل 2019 باستاد القاهره، شارك من لاعبي النادي الاهلي الناشئين مواليد 2003 ضمن بعثه المنتخب الوطني للناشئين حوالي 4 لاعبين، وساهموا مع الفريق في الحصول على المركز الأول وكأس البطولة. طيب عندنا كمان على مستوى الأندية
افريقيا وعربيا. احنا كنا بنتكلم على مستوى المنتخبات، ابناء النادي الاهلي اللي حققوا انجازات مع المنتخبات المختلفه، المنتخبات المصريه المختلفه. هنروح بقى لابناء وبنات النادي الاهلي اللي على مستوى الانديه افريقيا وعربيا قدروا ان هم يحققوا بطولات. نبتدي بحصول الفريق الاول للكره الطائره رجال على بطولة افريقيا للأندية للعام الثاني على التوالي، واللي أقيمت على صالة النادي الأهلي خلال ابريل 2019. وحصول الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات على بطولة افريقيا للأندية للسيدات لعام أو للعام الثاني على التوالي أيضا، والتي أقيمت على صالة النادي الأهلي خلال شهر مارس 2019. عندك كمان إيه بقى؟ حصول الفريق الأول لسيدات تنس الطاولة على بطولة افريقيا لتنس الطاولة للسيدات التي أقيمت بنيجيريا خلال يونيو 2019. وايضا حصول الفريق الاول لرجال تنس الطاوله على كاس البطوله العربيه للانديه، وده اللي كان مؤخرا كده، والموضوع ده خد يعني اهتمام كبير شويه لان النادي الاهلي شارك بعدد قليل من اللاعبين، ومع ذلك قدر ان هو يفوز باللقب. شارك بعدد قليل من اللاعبين ليه؟ لان كان في مشكله حصلت لو حضراتكم عارفين وتابعتوا ما بين اثنين من لاعيبه النادي الاهلي، وتم ترحيلهم مباشره بناء على قرار رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب من خلال هذا القرار التربوي. ف اهتميت انك تركز على مبادئك وتكون هي دي الاساس، ومع ذلك كان عندك او كان ليك مكافاه كبيره قوي، وان انت تفوز ايضا باللقب حتى وانت بتلعب ناقص من عدد اللاعبين. ففي الحقيقه قدروا ان هم يفوزوا خلال الشهر الحالي سبتمبر في المغرب بالبطوله العربيه لرجال تنس الطاوله بعد ظهور بمستوى جيد، وهو في الحقيقة فعلا إنجاز كبير جدا. طيب اتكلمنا على معظم البطولات اللي قدر أبناء النادي الأهلي إن هم يفوزوا بيها سواء مع المنتخبات أو مع الأندية.